نصلي على النبي. طيب انا دلوقتي مثلا هخش دلوقتي يمين، اعمل ايه؟ بقوم مدي اشاره يمين هنا اهيت، تمام الاشاره شغاله اهيت، بعرف اللي ورا مني ان انا جاي من على اليمين، تمام. دخلت اهوت الطريق يمين ماشي، الطريق كويس، الطريق فاضي، الطريق تمام، بعدي على طول مفيش اي مشكله. بس اهم حاجه انك تقدم العربيات. طيب تمام. طيب اديني ماشي اهوت بالموتوسيكل، عيني طبعا على المطبات، حاول بقدر الامكان انك ما تاكلش مطبات، وفي نفس الوقت انك لو كلت مطب حاول بقدر الامكان ان انت ما تمسكش فرامل قدام وانت داخل على المطب، تمام. ريحت وخلاص هتركب على المطب، تسيب الفرامل ورا وقدام عشان خاطر لو انت مسكت فرامل الموتوسيكل ممكن يتشقلب منك، فانت تحاول بقدر الامكان ان انت برضو طالما طلعت المطب تسيب الفرامل، تمام. طيب احنا برضو هنخش اهوت على ايه، على الطريق مطب اهوت، بمسك فرامل، جيت اطلع على الفرامل بسيب الفرامل اللي قدام دي عشان معوكش خلقه المكنه معايا، وبالاخص المكنه البرامج. قاعد فين تريك داس؟ تعالى بقى اما نلعب في وسط العربات شويه. طبعا لما باجي اعدي اي عربيه لازم اعدي من على الشمال، اي عربيه باجي اعديها لازم اعدي من على الشمال، ما ينفعش اعدي من على اليمين. شوف عربيه بتاخد ملف اهيت مديالك اشاره، لو انت طاير، لو انت طاير ودخلت فيها يبقى انت الغلطان، لانه مديلك الاشاره وملتزم بالطريق بتاعك، ودي فايده الاشارات بتاعت بالليل. طبعا بين احنا ماشيين اهوت والطريق فاضي معايا، الجو ساقعه، باخد ملف هنا اهوت، طبعا الملف ده العمومي اهو، في ناس بتستغرب ويقولوا لي طب انت بتبقى ماشي هدا يا ابو سيف ومدي الموتوسيكل الخامس. هو سبحان الله انا بقى يعني بركب الموتوسيكل ببقى عايز اريح الموتوسيكل على قد ما اقدر، بس اهم حاجه ان الموتوسيكل ما بيكركرش مني، تمام. طيب برضه هوريكم حاجه دلوقتي برضه مهمه في سواقه الموتوسيكلات عشان برضه تبقى انتم واخدين بالكم منها. بس يا ترى الناس هتعمل لنا اشتراك اللي بتفرجهم من غير ما يشتركوا في القناه دول؟ يعملوا مثل الله. ماشي لو ما عملوش انا ما انتش عامل فيديوهات تعليم سواقه الموتوسيكلات، خلي بالك عاد بطل انت وانا اعمل ايه. انا بقول لك انا انت بتقطع عليا، عايزنا نسيب يا ولاد ال الفرامل اللي ورا ده عايزه تتشد شويه يا استاذ. تعال شوف احترم الطريق، الطريق احترمك.
عربية دخلت قدام منك، لازم تحترس خطأ الغير، لازم تحترس خطأ الغير. يعني ما ينفعش ان انت تبقى ماشي عمال تجري لمؤاخذة زي الهبل وتقعد تزود والموتوسيكل بيجري منك وانت فرحان بيه. لا، زي ما انت ما بتجري زي ما انت لازم تحرص على خطأ الغير، لان ممكن يبقى عيل لسه بيتعلم السواقة، ممكن يبقى واحد لسه ما بيعرفش يسوق، ممكن يبقى واحد ما تعلمش فيه ايه، تعبان عنده تعب راكب عربية، ممكن واحد يطلع بعربية تبقى عربية بتجري قدام منك، تيجي تبص تلاقي عجلة طلعت قدام منه غصب عنه، مسك فرامل العربية كلبشت قدام منك، هتضطر ان انت تلبس من ورا، يبقى انت كده اللي ايه اللي غلطان برضه. تمام، لازم تحترس خطأ الغير. خطأ الغير اللي هو اللي انا قلت عليه دلوقتي ده، ان هو ممكن يطلع قدام منك يمسك فرامل يعمل اي حاجة، ممكن برضه هو يبقى مجبر بيها غصب عنه. حصلت معايا انا شخصيا قبل كده ان في عربية طلعت قدام وانا بجري ورا منه، يعني بجري ولازق فيه. عشان كده بنقول لازم يبقى في مسافة ما بينك وما بين العربيات اللي قدام منك، لازم يبقى في مسافة، فاهمني؟ ولازم تبقى انت ماشي على الطريق اللي زي دوت مثلا، او اي طريق ان كان صبح ان كان بالليل، لازم يبقى عينك في وسط راسك ان انت تبقى جايب الطريق من قدام لحد عندك، تبقى جايب الطريق من قدام لحد عندك، عشان لما تيجي تفتح للموتوسيكل وتجري يبقى الموتوسيكل ماشي بيه، لو في حاجة وقفت قدام منك تعرف تلم نفسك، تعرف تجمع الموتوسيكل بتاعك، لان ممكن تيجي تمسك فرامل الفرامل تهرب منك برضو. اعمل حساب خطأ الموتوسيكل اللي انت راكبه نفسه، ممكن تيجي تمسك فرامل تلاقي الموتوسيكل الفرامل هربت منك، الفرامل ثابت منك، تيل الفرامل اتكسر نفسه، يبقى انت زعلت نفسك. فلازم تخلي بالك من النقط دي كلها. مش بخوفك بس برضو بقولك ان في احتمالات كتير حاجات تحصل، فعشان خاطر ان في شباب بتضيع بسبب الكلام دوت، ان هما ما بيعملوش حساب خطأ الغير وحساب الكلام ده كله. تمام، طيب انت قلت لنا ابو سيف في حاجة انت اتعرفنا عليها دلوقتي. طيب هو المشكلة بس دلوقتي يا جماعة ان النهاردة انا في يوم الجو ساقع جدا 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 ومفيش عربيات، عشان خاطر ان انا العب معهم على الطريق. فانا بوعدكم لو الفيديو ده جاب مشاهدات كويسة وجاب تشير وشيرتولي على الفيس وشيرتولي على الدنيا كلها، باذن الله هطلع على جمصة وهعمل فيديو خطير جامد جدا. وانتظروا الصيف اللي جاي ده، عشان الصيف اللي جاي ده باذن الله هنعمل فيديوهات جامدة جدا 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 باذن الله. ادعوا لي بس. المشكلة ان مفيش عربيات معايا على الطريق دلوقتي عشان العب معاها، اعمل ايه؟ طيب انزل المنصورة، انزل المنصورة دلوقتي المنصورة باش نلعب لعبة لما تسي. انا دلوقتي ماشي يا جماعة معاكم اهوت، والمنصورة قدام مني هناك اهي، الفرق ما بيني وما بين المنصورة اهي، انا الكوبري اهوت، الكوبري العلوي قدام مني، هنشوف دلوقتي هوريلكم في النور. المنصورة عامة هناك اهي، النور بتاعها هناك اهو، يعني الفرق ما بينها وما بين البحر. الكوبري العلوي قدام مني هنا، ثانية واحدة بس الكاميرا هتجمع عيت. الكوبري العلوي قدام مني هنا اهوت، ده كوبري المنصورة، الكوبري العلوي اهو، ده الكوبري العلوي هنا اهو. تمام، المنصورة اخره يوديني المنصورة هناك اهو. ابو نادر طير بالعربية اهو. امسك يا عم. العربية البي ام دبليو دي
ابن العربية البي ام ده بيقعد ايه كده. يا جماعة احنا وصلنا لحد المكان بتاع العمل بتاعنا، عشان في ناس كتير بيسألوني انت مكانك فين. انا مكاني هنا اهوت، وصلنا بالسلامة الحمد لله. وخليكم لاخر الفيديو وهنجيبلكم ورقاشة حتى لسه على الطريق. خليك معايا كمل الفيديو للاخر، وما تنسوش تشيروا الفيديو على الفيس عندكم واقلبولي الدنيا. انا عايز الفيديو ده يجيب المليون في 3 ايام.